عن جد ليش ما اشتغلتي منيح؟ ليه؟ هلا جد ليش ما اشتغلتي منيح معه؟ شو اشتغلت معه؟ يعني من الأسئلة مبين إنه مبين إنه يعني بالنسبة لإلك أنت ما عندك مخزون لأنك تحكي مع شخص. لا بالعكس انا حكيت معه كثير منيح. لا لا في ضعف وانا هذا ما بيعطلنا الشغل. انت ما عرفت فتت مزبوط. انا لما كنت عم بقول له انت ما المفروض تقولي له انت ردوا عني يعني غلط انت اساسا. مين بدي يردوا عني اذا ما لقيت حدا بقدر اساله؟ بس انت شلقتي يعني ما بجوز هيك تشتغلي. كيف شلقته؟ لا هو ما لا لا انت شلقتي هذا شغل سيء يعني ما معلش ردي ورد المخرج. المخرج حتى مستاء من الموضوع. عن جد؟ عن جد متضايق. طب ليه؟ قال امشوا مفركش بلا يا جيبوا بنت تاني. طيب جيبوا بنت تاني. مو قالوا بدي يجيبوا هبة؟ اي اوكي. يلا يلا هلا بدي اركب الجهاز لهبة بدي. قال انت طيب ما بتشتغلي معه. اوكي ماشي. عن جد ما انت اخذتيها بس عن جد ما تزعلي. انا كثير يعني كإنسانة وشخصية بتجنني وما في منك يعني ظريفة. ماشي. بس بالشغل معلش يعني ما بدنا نضيع وقت. معني؟ طيب. انا كثير عملي. بحب الامور دائما تكون بس انت كمان انا يلا يلا انا بس ما... انت كمان لازم تساعدني اكثر. انا اوكي انا شو ساعدك انا انا عم بفتح معه موضوع. انا فهم... انا مش شغلتي اجي اتحكشتي. انت شغلتك تتحكشتي. انا فهموني انا علي افتح الموضوع. فهموني انك شغله بتعرفي كل شيء اطلعتي ما بتعرفي شيء. كيف ما بعرف شيء؟ انا المواضيع هي غشمنة. اعطيتوني مواضيع رفاهية عم بحكي ما حكيتي فيها بشكل مصطفي. عم بحكي عن الموبايل عن ساعه. شو بدي احكي؟ كل شغله غلط. قعدت معه 10 دقائق بحكي ما عم يزبط. انت هو يجي ما عم تزبط. انت ما عم تعرفي تيجي تتحرج معه او تتحشر فيه. انت عم توصل معك عم توصل معك او هن عم بخافوا من الكاميرا. لا 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 مش مشكلتي انا علي عم معلش اللي بده يشتغل بده يكون عنده مخزون من الثقافه يحسن يحكي مع الناس. يعني انا ما تلخبطت معه وما فت معه عفوا اسمحي لي ثقافتك صفر يعني عن جد يعني ما في ليش عم عن جد عم حكيك ليش انت اخذ الامور هي مش اخذتها عم ما بعرف يعني لانه ما بتضحك فيه انا هذا شغل اذا بدنا نضحك اذا بدنا نضحك هلا بتحضرون ايه. اذا بدنا نضحك ما معناها ما بننهي شغل. ليك انا ما عم بتمزحي ما بدنا ما عم بمزح اذا ما بيصير معلش أنه... نحن بدنا نغيب هلا شي 10 ايام نرجع. اريدك كم مجله عن جد عم حكيك. اريدك كم مجله خلي يكون عندك مخزون. عن جد عم بحكي معك مخزون ثقافي. طلعي على بعض الامور شوفي مذيعات كيف بيقدموا. يلا ماشيين بس مشان ابعثوا هادي وصلها. يلا ما حيمشي الحال. خلص لك فيها انا بالنسبه لي يعني بدي شيء انجز عمل خلص جربت وما عجبك وبعدين بس ماني عارفه انه عم بشتغل مع هيك اشخاص يطلعوا دغري بوجهي يشوفوني انه ما عم بحكي منيح ماني مصدقه. انا سقفت تعال عدم مؤاخذه عدم مؤاخذه بس اللي بعرفك انا ما صرنا طيب ما صار لنا مين قالك تنقيني؟ انا سقفت كيف شغل غلط هذا شغل غلط. ثاني شيء ما بدي مني الا روحي قالوا لي بتعرفي كل شيء اطلعتي ما بتعرفي شيء. كل شيء مش غلطي. غلطتك انت ما كنت تزبط معنا مش غلطتي انا علي كان اعمل مقابله مع الزلمه ومش اكثر. انت اللي كشفتي الموضوع عم تطلبي منه مين ما بيكون في حد مين بده بعدين انا بس اتصرف شغلي ما تضحكي بدي وش عظم انا ما تضحكت ما بجوز يعني هيدا ما معك حق فيه. انا ما تضحكت لا تضحكت البسمه ما قامت عن وشي. ليك انا ما تضحكت وما بتشرعني هلا اذا بتحضر الفيديو ما تضحكت شيء جدي ما بقى بدي اشتغل معكم ومشي اكبر خلص بدكم شيء مني بس انا بمتت اني قلت لكم ايه واشتغلت معكم. نحن جبناكي مشان تستفيدي بس مو مشان تخربينا الشغل. لا جبتوني كرمال استفيد مش كرمال تبهدلوني. ما حدا إيه؟ لا ما حدا حكى معك بس هذا مو شغل. اللي مش عاجبني وصري هذا مو شغل. لا لحظة هذا مو شغل انا مهذب مو شغل هذا ما بتوجه لي هيك حكي. شو بدي اقول لك انه مش عاجبني وماني كنت شو بدي احكي يا بعد هاتي لشو فيك بكره وقت اللي سوري انه ما عم تأدي ايه ما عم تأدي طيب إيه؟ سوري ما عم تأدي صح ايه بس مش منك مثقفة سوري ما انك مثقفة شو الحكي هيدا منه حكي وبعدين سوري قديش حسابك لان خليه مصرياتك بجيبتك مش معوزتك لا لك ولا طيب ما تزعلي جمال لحظة كاميرا خفية شفتيها؟ ما صار كنت عملها كنا نعملها بالعالم طلعت فيها انا شو صار عليك يا طيب؟ ليش زعلتي هالقد؟ كنا عم نعملها بالعالم طلعت فيها انا اضحك افرح وابدي